شكرا بزاف على الاستضافه لالا بلوس. اغنيه عاوتاني من كلمات والحان الرابر ديالنا مهدي كاليبر ومن توزيع محمد شريف اللي كانوا جايين تحيه كبيره، من اخراج ديال زهير حبصاي. اما من ناحيه الانتاج كان ديال ماروكينو برودكسيون. الاغنيه صورناها في مراكش، صيفط لي الاغنيه مهدي كاليبر، سمعتها عجبتني بزاف، بدلنا شويه فيها باش خدات ديك لاطوش ديال عماد بن عمر، والحمد لله راهي دابا ماشيه مزيان في اليوتيوب والناس عجباتهم، وهذا فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى. الفكره بدات من عند ماروكينو. ديجا ماروكينو هو بروديكتور ديالي، هو اللي هو ستايليست ديالي في الحوايج اللباس وداك الشيء. هذه اللبسه ديال الكليب، انا جبت لكم بيرسوناج ديال الكليب اليوم. و شنقول لك، الفكره جات من عند ماروكينو، كمل عليها زهير حبص المخرج ديال الكليب. الحمد لله نال الاعجاب ديالي صراحه الكليب، والحمد لله الناس عجبهم. هما اول واحد كنسمع لهم الاغاني ديالي، هما الام والاب ديالي، دونك ضروري كنختار الكلمات ديالي بحرص، وضروري كنفتش الكلام اللي نقي واللي يفهمو كلشي. انا بدي واحد من البيبليك، النهار اللي مشيت عند محمد شريف اللي هو الموزع ديالها، هو الموزع ديال عاوتاني، هو اللي كتب مشيشه ولحنها من غير اللازمه ديال فناير. سمعتها عجبتني بزاف، مع العلم ان بزاف ديال الفنانين سمعوا لا شونسون ما بحال يتخوفوا منها ولا ما عرفتش، يعني ما اقتنعوش بها بزاف. انا غير سمعتها عجبتني بزاف وبغيت نغنيها. الحمد لله ملي نزلناها عجبت الناس بزاف، وكانوا كيصيفطوا لي فيديو ديالهم وبزاف ديال الحوايج. الحمد لله الكلمات يعني كاملين، غير واحد الكلمه من الاغنيه، ولكن داك الكلمه اللي من الاغنيه ماشي ديالي، هي من الكلمات ديال اغنيه الفناير قديمه كانت نزلت شحال هادي، دونك انا ما نقدرش نبدل واحد الحاجه اللي هي اصلا كاينه. يعني كي كانت ديالي انا فكرت نبدلها، ولكن حتى حنا في واحد المنبر اعلامي ملي مشينا ما لقيناش كيفاش نبدلوا ديك الكلمه، دونك خلينا ديك الكلمه، وكنظن ما عندها شي تاثير كبير يعني ديك الكلمه في الاغنيه.